ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم بقى في قرارات نهارك سعيد. وزي في البداية ما قلت ان كل طفل بيتمنى ان الخروف يبقى عنده جوه في اوضته، يعني دايما يقول لمامته انا عايزة خروف عندي جوه. فاحنا هنعمل خروف هنا، بس خروف هتعمله لنا مايا عصمت. مايا عصمت هي مدربة المهارات اليدوية، موجودة معانا النهاردة، وهنعمل خروف من الورق. اوكي، فاهلا بيك يا مايا، كل اهلا سنة وانت بيكي طيبة. وانتي طيبة. انا هلعب معاكي بقى النهارده بعد اوكي اذنك. محتاجين قولي نلعب. بالظبط. انا مبسوطه جدا لما لقيت كل الادوات دي قدامي، حسيت ان انا رجعت طفله زي زمان يعني. وانا ما هو جميل ان انتي تعيشي طفولتك، يعني بالظبط. عيشي طفولتك. اوكي يلا اوكي نبتدي. بصي، احنا الادوات المستخدمه حاجات بسيطه جدا وموجوده في كل بيت. بكر مناديل، الكرتونه اللي بتبقى جواه، اوكي، اللي هي بتاعت الودان كوتون بادز دي اللي هم موجودة الموجودة في كل بيت برضو، وورق فرش غير أبيض، سوليتاب، ألوان طب دي حاجات بسيطة جدا جدا، كلها يعني. موجودة أصلا في البيت. أوكي، بتاعت وقطن طبعا عشان الفرو. اوكي ايوه صح. طب يلا بينا. بصي، احنا هنجيب الأول اللي هي القطن دي، هنام بيها الرجل، هنلزقها. أوكي كده تمام، يلا دي انا هديكي وانتي ايه تفهمني. ايون اوكي الحاجات دي كلها الظريف فيها ان هي متوفره في البيت يعني، ما ما هي تجيش. بالظبط كده، يعني مش هيبقى صعب ان انتي تتوفريها حتى لو مش موجود. كلها حاجات بنستخدمها في البيت ويوميا يعني. اوكي بصي، عشان تقف بس نحط رجلي كده. رجل كده، اوكي الرجل التانية الناحية التانية. انا بلزق زي بعمل الرجلين الاول صح؟ بالظبط كده، عشان اوكي هنغطي الفرو ومش هيعرف نحط الرجل. بس هنحط بقى ده كده يعني. اول حاجة بنجيب ده كلينكس ونحط لا ده بالظبط، صح؟ بس نزليها كده يعني تحت شوية. اوكي الخامات دي ما فيهاش اي خطر على الاطفال خالص صح؟ خالص، بصي حتى المقاسات بتاعت الأطفال بتبقى متوفرة، يعني كل الأدوات دي مش ما فيهاش أي خطر. دايما بتحس ان الاطفال دايما بيحبوا يعملوا الحاجات بايديهم اكتر صح؟ جدا جدا بيتبسطوا بتبقى جدا أكتر من هما يجيبوا حاجة جاهزة، يعني ممكن يلاقوا أصلا في السوق حاجات خرفان بالظبط. جاهزة، لا لكن ممكن لما بيعملوها بإيديهم تختلف تماما، بيفرحوا يعني، بيفرحوا أكتر، وكمان بيحتفظوا بيها على طول، ولما أصحابهم بييجوا بيوريها لهم. ايوه صح. وانا اشوف انا بص انا عملت ده بالظبط كده، الحاجات دي بتنمي مهارات الطفل صح؟ جدا. عايزه اقولك كمان، وبتكتشفي فيها حاجات ما انت ممكن تكوني متخيله ان هم يفهموا، يعني يكونوا عارفينها. ممكن يكون عنده حد ما عنده موهبه حلوه جدا وهو مش مكتشفه يعني. اوكي انا معاكي، وصلت انا متابعه لنا. معاكي، انا متابعه معاكي. انا ده ايه بقى؟ ده الغراء ابيض. غير اوكي ابيض. هنغطي بيه الجسم بتاع الخروف. اوكي هنعمل ناحية وبعدين. اوكي تنمي بقى، انت شويه مايه عنك انت شخصيا. انت مهندسه ديكور ومدربه مهارات يدويه، بالظبط كده. و تعاملاتك بقى كانت بداية مع الأطفال من إمتى؟ بصي انا بحب اصلا، يعني متعة عندي ان انا اعمل حاجة يعني فيها حركة، فيها هاند يعني شغل فيها الايد. استخدام الإيد. بالظبط كده، فانا حسيت ان انا لما اعمل كده مع الاطفال هيبقى يعني بحس بسعادة جدا في وشهم. اوكي لما بلاقيهم عملوا حاجة وفرحانين بيها جدا، رغم ان انا خريجة فنون جميلة اصلا، فشغل الرسم والالوان والحركات دي تبعي. ايوه صح. بس فهي جت من كده ان انا حبيت ان انا اعمل حاجه للاطفال. وفعلا الواحد، انا بحس كمان الواحد ممكن وهو قاعد بيتعلم كمان من الاطفال. جدا ان ممكن اصلا يقول لك حاجه، كومنت او حاجه انت ما تكونيش مثلا واخده بالك منه، بس هما يلفتوا نظرك ليه. زي ان انا كمان بحس ان في ناس كتير قوي، ان احنا واحنا صغيرين شويه يعني
اهالينا ما كانوش مهتمين قوي برضو ان احنا خالص. يعني يعلمونا. مثلا دلوقتي ما شاء الله في توعية اكتر، الناس بقت تحب ان اولادها يتعلموا حاجة سواء كانت موسيقى او رسمة او اي حاجة. فعلا، اصل الحاجات اللي هي انا فاكره سواء التربيه الفنيه او الموسيقى او الحاجات دي، يعني مثلا كان مزعلني قوي ان انا قبل ما مشيت من مدرستي عملوا مسرح او ما لحقتوش. بس الفكره نفسها ان لازم الحاجات دي تتم عند الاطفال، طبعا لانها غير ان هي بتنمي، يعني بتنمي ثقافته وبتنمي كمان فكره ان هو يعمل الحاجه بايده. مش بتعلموا الرسم وبس، انت كمان بتعلموا حاجات في مستقبله، يعني مثلا حاجات في الاستخدام اليومي، يعني مثلا تنسيق الالوان ده مهم جدا برضو عند الاطفال. معلش انت ايوه مجاله بس. اتفضلي. تنسيق الالوان ده هيفيده في مستقبله، صح. يعني سواء كان هيستخدم هي عايز مثلا هيبقى عنده ذوق في فاهماني. وفكره كمان ان الاطفال تقعد تشتغل مع بعض او تلعب كلها مع بعض ويعملوا حاجه، فكره التيم ورك نفسه، حلو قوي. صح. بالظبط بالظبط كده. يعني ان كمان الاطفال، دايما بسمع من اولاد صحابي او دايما بشوف الاولاد في النادي، محدش عايز يلعب بلعبه، وكل واحد عايز يلعب لوحده. فالحاجات دي متهيالي بتخلي، بتنمي قدرات عند الطفل ان هو اجتماعي، فكره اللي بيخليه يبقى اجتماعي. اجتماعي. بالظبط كده. انا عايزه اقول لك ان انا عندي اصحاب كتير قوي كان عندهم موهبه يعني وخلاص بقى راحت. احنا بنحب الرسم بس خلاص بقى ما بقيناش بنحب الشعر، ما بقيناش نكتب شعر. انا طب زمان كنت ليه؟ برسم والله، بس خلاص بقى. بالظبط كده. ليه؟ ممكن اصلا كمان يكون عند طفلك حاجه وانت مش شايفاها فيه، ممكن يطلع يبقى احسن رسام في مصر مثلا. صح. بس للاسف احنا يعني، وانا بقول ده وبقول ان هو للاسف الناس ما بتركزش على الحاجات دي، مع انها بالظبط ممكن مهمة جدا. تتغير في سيكولوجية الطفل تماما، تماما تماما فوق ما تتخيلي. لان الفنان بطبعه زي ما بيقول بيبقى يعني احساسه اعلى شوية. صح؟ ايوه احس مرهف. حس مرهف. لا بجد زي ما بقولك كده بتفرق جدا والله. لازم حتى ما يعني ما نركزش على الدراسة بس، عايزة اقولك ان دي كمان بتفصلهم من الدراسة شوية، صح. بتخليهم حابين ان هم يرجعوا يعني للدراسة بروح حلوة. ايوه. لا واحنا فعلا عايزين لك ان الحاجات دي، من الناس تقول لك لا ده انت كده بتلعب، انت كده ما بتكملش، انت يعني ما حد يجي يقول اصل انا دلوقتي عندي تمرين رسم. لا طبعا ده مش ما ي... ما ي... ده بالعكس ما يأثرش على الدراسة خالص، بالعكس ده يشجعهم اكتر عن الدراسة. طيب احنا خلينا دلوقتي عملنا الجسم عملنا جسم، يعني احنا وعايزين نعمل بقى الوش. اوكي. احنا بنرسم على الورق، هنحدد بس مقاس يعني شكل الوش. عاجبني قوي المقص. بصي ده بلاستيك ما فيهوش اي خطورة، ما فيهوش اي نوع من انواع الحديد يعني. والغير هتبقى الناس من الوش. بصي هو الوش بيضاوي شوية كده. انا هرسم الخروج بتاعي اخضر. لويه زي ما انت عايزه. وكمان على فكره ده بيدي خيال للطفل، يعني بيخلي عنده خيال يعني، وبيعلمه ايه ممكن تعلميه اصلا بطريقه الرسم. يعني لو انت عايز تعلميه الالوان، عايز تعلميه مثلا الشجر لونه ايه، الزرع لونه ايه، الورد لونه ايه، ده هيتعلمه حلو قوي لو انت بتسيبه برسم. طب قولي بقى ايه اكتر المواقف اللي قابلتك كمان وانت بتتعاملي مع الاطفال وكمان الامهات؟ بصي هما الامهات دايما بيحبوش ان الدنيا تتكركب عندهم والالوان، وابني بيرسم على الحيطه وابني مبهدل الدنيا. بس ما فيش طفل مرسم ما بيرسمش على لا الحيطه. ما اه بس. ايوه. لا خالص بالعكس، بيه خالص يعمل اللي هو عايزه. ان شاء الله حتى تعملي له كورنر تظبطي الدنيا ان هي تبقى ما تتوسخش، بس لازم تسيبيه ينطلق. اصل طفل يعني، بالظبط. انت بتقولي هو طفل يعني اكيد لازم يوسخ شويه واكيد لازم يتشاقى، ويعني لازم ينطلق بجد والله. يديله حريه ان هو يلون ويعمل وما تزعقلوش على اي حاجه يعملها. سيبيه هو واحده واحده مع نفسه هيتعلم ازاي يحافظ على نظافه المكان وهو بيرسم. بس شويه شويه. ايوه بالظبط. لان عندي واحده صاحبتي كانت في نادي مع ابنها، وابنها بيلعب ففي مرجيحه وتحتيها رمله، والولد وقع من المرجيحه في رمله. غلط جدا. فقالت لها طب، في واحده من الامهات قالت لها طب ده كده هيوسخ نفسه وهو بيلعب. فلقيتها بتقولي طب ما هو يعني لو ما وسخش نفسه دلوقتي هقول له طب خلاص يا حبيبي انت كبرت دلوقتي في ثانويه عامه روح العب في الطينه بقى. لا خالص، كل مرحله بتبقى حلاوتها ان هما يعني يعيشوها. صح. احنا بنعمل عين. عايز اقولك ان التعليم سواء كان يعني انا زمان كانوا بيعلموني مثلا دروس بالغنى. الله. والله عمري ما انساها، يعني في حاجات من وانا صغيره خالص لسه فاكراها لحد دلوقتي. عشان اتعلمتيها بالغنى بالظبط وبطريقه تانية، ان ما بطريقه حدش، ايوه موضوع المسطره ده ما كانش موجود، انك تخافي فما تعمليش الحاجه دي.
بالعكس بقى يعني، شوف انا ما شاء الله كبرت خلاص بقى، بس لحد دلوقتي لسه فاكراها. ايوه صح. وزي ما قلنا ان الحاجات دي كمان بتخلي الطفل متهيألي يعني يبقى حاسس بقيمة الحاجة اللي هو عملها، طبعا لأنه عملها بإيديه. يعني حتى لو كانت جات له مثلا اللعبة ممكن يكسرها، لأن خلاص أهله هم اللي جايبينها، صح؟ لكن دلوقتي أنا لو عملت حاجة بإيدي هبقى خايفة عليها، لأن دي أنا اللي عاملاها. هعلقها عندي في الأوضة وهتم بيها، وكمان ممكن تعمل بيها معارض، في معارض المركز الثقافية دلوقتي بيعملوا معارض للأطفال. ايوه، زي ما قلت يا مي، فكره ان انا ما اقولش انا مثلا يعني فكره ان انا الحاجات دي مهمه للطفل، ما حسسوش مثلا او ما احسش ان الحاجات دي مش مهمه فاقوله لا ذاكر بس. بالظبط كده. طب ايه عملتي ايه تاني بقى يا مي؟ بصي كل مناسبة اوكي، يعني مثلا في رمضان لو تعمل فانوس رمضان بيبقى حلو اوكي، لو في راس السنة نعمل شجرة كريسمس، كل حاجة ليه مناسبتها هتبقى بيبقى مبسوط جدا بيها وتتحط ذكرى عنده. بس ونعمل انا برضو شفت حاجات معاكي قبل ما ندخل الهوا، على مخدات معمولة وعلى مجز كمان. بصي الاستخدام اي حاجه عندك قديمه ما ترميهاش، ممكن الطفل بتاعك يستخدمها. ايوه صح، ممكن يرسم على تيشر زي ما انت بتقولي، ممكن يرسم على الازاز. وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ مرحلة بصي بصي انا كمان بصيت ان الحاجات دي كلها اكيد موجوده في اي بيت، بالظبط كده، يعني يعني مش انا مكلفه خالص. خالص. بصي انا عارفه اي زراير عندك، اي شرايط ساتان، اي حاجه، ممكن نعمل اصلا حاجات من قشر اللب وقشر اللوز وقشر اي حاجه. بصي تنفع ان احنا نستخدمها بتشيليها تحتفظي بيها، ممكن لو مش استخدمتيها دلوقتي بعد كده تستخدميها. تمام. جليتر، اي حاجه تنفع يعني. بصي احنا دلوقتي يعني بس عايزه اقول احنا وصلنا لاني مرحله دلوقتي. احنا دلوقتي عملنا وش، احنا دلوقتي هنعمل قرون بتاعه الخروف، ممكن نلونها بالبني. احنا بنلون القرون. كل ده بصي بالقطن بتاع الودان. بصي حاجات بسيطة جدا جدا ومش تاخد وقت خالص، مع حلوة قوي، عجباني قوي فكرة استخدام القطن كفروة الله. مش هطلع شوية بس. لا بس يعني برافو ماي. بصي بقى نعمله بقى ديل، ندخل بقى الله حلوة قوي. ممكن اصلا كمان نعمله ديل لاصحابنا، ممكن نحط فيه كارد. ايوه صح، استنى انا هقول لك. ممكن نعمل كده، يا الواحد بيسترجع ذكرياته ايام ما كان بيقعد يعمل الحاجات دي. بس كان وقت اخر مثلا يعمل كارت في عيد الام، شجرة الكريسماس كانت معروفة، على تزين فكرة الفصل. عايزة اقول لك كمان الام بتتبسط، حتى لو انت تتبسط جدا جدا احسن من ان انت تجيبي لها هدية. بصي ونلزق الفرتب سرتب اهي، انا قاعده عامله زي العيال، انا ما رضيتش اصلا اقعد جدا. بصي نلزقه